لو انا حارس مرمى تاني او تالت لاي فريق بعيدا عن النادي الاهلي بشكل عام، بكلمك من حيث المبدا، لو انا حارس مرمى التاني او التالت وحجم جاهزيتي ما تقلش باي حال من الاحوال عن جاهزيه الحارس الاول، ولكن انا قعدت بالسنتين والثلاثه ما بلعبش ما بشوفش نجيله ملعب نظرا لتالق واستمراريه تالق الحارس الاول، مهما كنت انا بتدرب وبفني نفسي في التدريب الى اخره، مش ده برضو بيبقى له انعكاس سلبي الى حد ما على الحاله النفسيه، ممكن تهز ثقه الواحد في نفسه؟ صحيح صحيح. طب بيبقى حلها ايه؟ هل لازم يتعمل معاهم روتيشن زيهم زي بقيه اللعيبه، ولا البقاء للاصلح والاستمراريه معتمده على حجم تالقه؟ بص حضرتك، بتتوقف على المدير الفني الموجود او مدرب حراس المرمى الموجود. يعني ايام الكابتن ثابت والكابتن اكرام كانوا الاثنين جاهزين جدا والاثنين كويسين جدا، فده كان بيلعب شويه وده يلعب شويه، مفيش مشكله خالص، الا بقى لو حد اتصاب فالتاني بيبتدي يلعب. انما مش كتير قوي هتلاقي الحارس الثاني زي الحارس الاولاني، مش كتير، هتلاقي فيه فرق شويه. انما الحارس الثاني ممكن يكون كويس جدا وهو شايف ان هو مش قادر يلعب او نفسيا هيقع او هيبعد عن الملعب كتير، فبيضطر ان يشوف له اعاره او نادي تاني يلعب فيه، ده مهم جدا. لو هو شايف من وجهه نظره هو ان انا لا اقل عن الحارس الاولاني، فابتدي اشوف اعاره او اشوف نادي تاني العب فيه، وده مهم جدا. يعني في كتير جدا من زي مثلا احمد عادل في النادي الاهلي لما لقى نفسه بعيد شويه قال لك لا لازم عايز العب وكده، فراح الجونه او فهي الموضوع كله انا فين وعاوز ايه، انا فكري ايه. في ناس مثلا تقول لك لا انا هفضل في النادي الاهلي اديني باخد فلوس وبسافر وحاجات كتير جدا واحسن من اروح نادي تاني ما مش هيديني الوضع اللي انا فيه يعني. ففي ناس بتفكر كده وفي ناس بتفكر كده. اللي بيفكر في مستقبله ان هو عاوز يبقى حاجه او عاوز يبقى ليه اسم في كره القدم بالظبط كده، فبيضطر ان هو يروح نادي تاني يلعب لو هو شايف ان هو جدير بالموضوع، مش ان انا بس ايه بس هيروح مكسور خلص نفسيا الى حد ما لغايه لما تجيله فرصه التالق واظهار بالظبط كده. ما هي بتاخد وقت يعني، حارس المرمى بالذات اكتر من اللعيب بياخد وقت شويه لغايه اما يبقى في رجله في الملعب كتير فيبتدي يبقى كويس. بس لمصلحه النادي الافضل ان هو يستمر وما يلعبش بشكل يعني هقول كبير، ولكن ولا ان هو يروح يحترف ويرجع تاني للنادي الاهلي، الافضل للنادي مش للاعب. انا عايز اعرف لو النادي شايف ان هو مش محتاج له دلوقتي في الوقت الحالي ممكن يبعته اعاره، يبقى ده افضل للنادي ساعتها، افضل للنادي وافضل ليه هو بالظبط. يعني افضل للنادي وافضل ليه هو لانه هيلعب وهيرجع له جاهز. صحيح. ده مهم جدا. صحيح. المهم توقف على النادي عاوز ايه او اللعيب عاوز ايه، هو ده والكلام والفرصه كمان فين يعني بالظبط كده، والفرصه بتاعته فين، هي ده مهم جدا يعني. صحيح. طيب.